شيفر سانتي. شيفر سانتي نحاول نقدم لكم أهم الأرقام الصادرة للحكومة التونسية وعندهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بساحة المواطن التونسي. واليوم حسب تطبيق الأحكام القانون الأساسي الميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019 واللي قرر وزارة المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 الخاص بضبط رزنامة إعداد مشروع قانون المالية، فإنه وزارة المالية نشرت تقريرها الخاص بالمؤشرات العمومية المرفق لقانون المالية لسنة 2022. وذلك علاش اليوم يكون حديثي حول أزمة صناديق الاجتماعي، ارتفاع عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من 787.4 مليون دينار عام 2018 إلى 190.8 مليون دينار عام 2020، مع تطور دعم الدولة ومشاركة الاجتماعية التضامنية من 200 مليون دينار إلى 460 مليون دينار، وارتفاع دين الصندوق من 2.69 مليار دينار سنة 2018 إلى 3.56 مليار دينار سنة 2022. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.